ترامب يؤكد أن اتفاق الصين لا يزال جاريا بعد تعليقات من مستشاره أقلقت الأسواق. وفي الإمارات أدنوك تبرم صفقة للاستثمار في البنية التحتية للغاز ب 76 دولار على والنفط أيضا يسجل أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس الماضي. ومنظمة التجارة العالمية أقل خوفا من ذي قبل من تأثير كورونا. ومن لندن عجلة الاقتصاد في أوروبا تدور وأرقام الصناعة والخدمات تخفق التوقعات. مشاهدينا اهلا بكم في جرس الاغلاق من العربيه. نبدا من الخبر الابرز اليوم من ابو ظبي، حيث تم الاعلان عن صفقه ابرمتها ادنوك مع ائتلاف يضم عدد من كبار المستثمرين في مشاريع البنيه التحتيه وصناديق الثروه السياديه والمعاشات. تتضمن الاتفاقية استثمار 76 مليار درهم تعادل حوالي 21 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار ستأتي كاستثمارات أجنبية مباشرة. وبموجب الاتفاقية التي تمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، سيحصل شركاء الائتلاف مجتمعين على نسبة 49% في شركة أدنوك للأنابيب الغاز التي تم إنشاؤها حديثا، وتمتلك فيها أدنوك حصة الأغلبية بواقع 51%. ستقوم أدنوك لأنابيب الغاز باستئجار الحصة التي تمتلكها أدنوك في مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة 20 عاما مقابل الحصول على حق استخدام تلك الأصول. وتحقق الاتفاقية عائدات فورية لأدنوك بقيمة 10 مليارات دولار. نلقي نظرة على أسعار النفط في تداولات اليوم، نرى فيها ارتفاعات تفاعل إيجابي بالطبع مع تصريحات دونالد ترامب واللي صحح من خلالها سوء الفهم الذي صار من قبل الأسواق بما يخص الاتفاق التجاري ما بين الصين والولايات المتحدة. أيضا أرقام جيدة جدا للنشاط الصناعي، أرقام فاقت التوقعات لمعظم الأرقام الأوروبية، وأيضا نشاط الحفر على مستوى الولايات المتحدة وكندا لا زال يسجل أدنى مستويات من حيث الأرقام. تسليم نايمكس يضيف 2%. على كل للمزيد حول سوق النفط ينضم إلي مباشرة من الظهران الدكتور يوسف الشمري، وهو الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لندن. دكتور يوسف أهلا بك. أود أن أبدأ بتقرير سي ماركتس واللي بيتوقع 50 دولار من حيث أسعار النفط قبل نهاية هذا العام، كيف ولماذا؟ اهلا وسهلا اخت فاطمه. طبعا حسب احنا كنا متوقعين اوريدي من بعد اللوك داون وبدايه فتح الاقتصادات في شهر مايو انه حيكون في تعافي في الاسواق ما يتعدى المستوى ال 40 دولار، واحنا نشوف ايضا انه قد يوصل مستوى ال 50 دولار ما يتعدى ايضا ال 50 دولار مع اعاده انتعاش الطلب العالمي على البترول. طبعا كلها مبنيه على مساله الكم العرض والطلب. حسب ما شفنا مساله في تخفيضات اوبك بلس تم تمديدها الى نهايه شهر جولاي. هنالك تعافي قوي جدا في الطلب، وصل الى 90 مليون برميل في شهر جون. فالارقام
حقيقة تعدت الأرقام اللي كنا نتوقعها بحوالي 5 مليون برميل. احنا كنا متوقعين ان معدل الطلب على البترول في شهر جون يكون عند 85 مليون برميل، وحاليا وصل الى ما يقارب 90 مليون برميل. طبعا هذا إضافة انه لا يزال هنالك مقالب، احنا ما نقدر نقول ان اثار فيروس كورونا انتهت، لا زالت موجودة، لكن اعتقد انه الدول بدأ لديها خبرة اكبر في التعامل مع الفيروس، في المحافظة على التحكم في انتشار وثيرة العدوى، وبالتالي إمكانية إغلاق الاقتصادات من مرة أخرى هي بدأت تتلاشى، وهذا السبب أنه نلاحظ. ولكن هناك تخوف باندلاع مرحلة جديدة أو second wave لإصابات الكورونا، ولكن هذه المرة نرى الأسواق لا تكترث بالموضوع، الرالي مستمر على أسواق الأسهم، اتخاذ أو أخذ المخاطر أو شهية أخذ المخاطر مرتفعة جدا، وبالتالي ماذا يجري على مستوى الداينامكس التي تحرك الآن شهية المستثمرين، واللي بتجعلنا بنشوف استمرار أسعار النفط مع الرغم أنه بنتحدث بشكل مكثف على مرحلة جديدة أو second wave من إصابات الكورونا؟ السبب الأكبر أنه الأسواق لا تتوقع إعادة إغلاق الاقتصادات مرة أخرى نفس ما كان زي ما حصل في الربع الأول أو الثاني من العام 2020. المسألة الأخرى اللي هو الانخفاض المفرط في الإنتاج من الولايات المتحدة، وصل حاليا الإنتاج الأمريكي إلى 10.5 مليون برميل حسب آخر تقرير لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية. هنالك أيضا انخفاض حاد في عدد الحفارات إلى ما دون 190 حفار حاليا، وقد يستمر أيضا في الانخفاض. وتمديد اتفاق أوبك حاليا حيكون مستمر إلى شهر 7، وستكون هنالك تخفيضات أكبر من العراق، من كازاخستان، من نيجيريا. فهذه الديبر كاتس اللي حتكون مستمرة حتى شهر سبتمبر يعني فاقدتها الأسواق بعين الاعتبار. فهذا السبب من الأسباب الرئيسية اللي نلاحظ انتعاش قوي في أسعار البرنت والدبليو تي آي. احنا نتوقع إذا استمر طبعا هذا الأوبتيمستيك سيناريو أن تستمر الأسعار بالصعود مع نهاية هذا العام، مع عودة الأنشطة تدريجية في جميع قطاعات الطاقة. هنالك أيضا مسألة مهمة، أيضا نلاحظ بس مؤشر الصناعي الـ PMI حوالي إلى 45 حسب تقرير منظمة أوبك الفترة الأخيرة. فهذه كلها مؤشرات أنه إعادة العودة للطاقة. المؤشر الصناعي قبل أزمة كورونا كان عند 56، فإحنا في يعني هنا هذه تعطي مؤشرات انه في تعافي ملحوظ. لكن نلاحظ بس ممكن مساله قطاع الطيران، متى عوده قطاع الطيران بكافه طاقته الانتاجيه. هنالك ايضا اسئله حول الكونسيومر بيهيفير، هل ستعود الحركه في قطاع المواصلات او النقل الارضي نفس ما كانت عليه مستويات ما قبل كورونا؟ فهنا هذه تبقى اسئله انسيرتنتي او مساله في عدم اليقين، كم حيكون مستوى البرميل؟ احنا نتوقع ان يكون مستوى الطلب مع نهايه هذا العام عند 93 الى 94 مليون برميل، ويزيد مع العام القادم. دعنا نتحدث أيضا عن المؤتمر الصحفي المرتقب لأعضاء أوبك في ظل بالطبع مراقبة نسبة الالتزام والكومبلاينس، وأنه وصلنا فوق 87%. سمعنا من وزير الطاقة الروسي أيضا يتحدث أنه أسعار ما بين 40 و50 تعد أسعار عادلة متوازنة لأسعار النفط. هذا الموضوع لكي نسمع المزيد من التفاصيل والوضوح من قبل مؤتمر أو من قبل أوبك، ماذا يعني للسوق؟ هل هذا يضغط بعض الشيء، بعطي أو يضيف بعض عوامل عدم اليقين؟ طبعا حاليا مؤتمر الصحفي الأوبك هو مترقب حدوثه هذا الأسبوع، طبعا تم تأجيله حتى هنالك بعض الدول اللي ستقوم بتقديم اللي هو مخطط لتخفيضاتها في الأشهر القادمة، خصوصا في الربع الثالث من هذا العام. حاليا حسب علمي أنه نيجيريا والعراق وكازاخستان كلهم تموا تقديم الخطط التخفيض الإنتاج وتعزيز الامتثال في الربع الثالث. لا تزال أنغولا حسب علمي لم تقدم هذا الخطة إلى حد الآن. تصريحات الوزير الطاقة الروسي بأنه من 40 إلى 50 دولار تعتبر عادلة في الفترة الحالية، أعتقد قد يكون تصريحه حقيقي، لأنه هنالك في الوضع الحالي
انخفاض حاد في الطلب، لا زلنا احنا في الازمه، لم تنتهي الازمه حاليا. فاعتقد ايضا هم ينظرون ايضا الى النمو الانتاج الامريكي، هنالك توقع بزياده الانتاج الامريكي في هذا العام بحوالي 500,000 برميل. فاعتقد ان الروس ايضا لا يرغبون في خساره حصتهم السوقيه مقابل ارتفاع الانتاج في الولايات المتحده. دكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لسي ماركتس لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، هذه صور مباشره من البرلمان البريطاني. بوريس جونسون يلقي كلمته، من المفترض ان يعطي اتضاح وضوح لتغيير أسس وقوانين التباعد الاجتماعي أو السوشيال ديستنسين من مترين إلى متر. هذه كانت مطالبات من قبل قطاع الضيافة بشكل أساسي، من قطاع المطاعم اللي اشتكوا أنه لن يتمكنوا من تحقيق الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب وإبقاء المطاعم مفتوحة إذا